خاص بنادي الزمالك، واللاعب معروف يوسف لاعب البنك الاهلي في التوقيت الحالي، وكيل معروف نفسه معروف يوسف اسامه فرحات. النهارده يمكن معروف خد حكم على نادي الزمالك بمبلغ 15 مليون جنيه، وتم تخفيض هذا المبلغ ل 8 مليون. خليني اروح لوكيل معروف اسامه فرحات. تحياتي لحضرتك يا اسامه. السلام عليكم، ازيك يا كابتن؟ اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يخليك. مساء الخير وعلى كل ضيوفك طبعا. طبعا استاذ جمال الزهيري واستاذ بليغ ابو عايد موجودين معانا النهارده. طبعا طيب، يعني حيثيات الحكم الخاص بال 15 مليون وتخفيضه، هو الحكم اول حاجه هو جاب 8 مليون، لكن هو فعلا كان المفترض يجيب 15. يعني حكم 8 مش 15. لا لا 8. اوكي. وطبعا هو المحامي الاستاذ نصر عزام كان يبقى برضه كان المحامي بتاعي قبل كده، لكن هو دلوقتي محامي نادي الزمالك. هو فعلا خفض المبلغ، وكان يعني من الناس الشاطره يعني. ففعلا كان المحامي بتاعي طالب 15 مليون، وهو خفض المبلغ بشطارته يعني. اوكي. طب ده يعني بالنسبه للموضوع. طبعا البدايه احنا بدايه ان معروف اشتكى برضه، يعني ان هو احنا الاول قعدنا مع حد من اول مجلس الاداره الاولاني، قعدنا مع كابتن اسماعيل يوسف. كابتن اسماعيل يوسف كان خلص الديل على مبلغ بسيط جدا، والواد يعمل تنازل ويمشي وخلاص. كان كام يا اسامه؟ ما انا لو قلت في ناس كتير هتزعل، فمش عايز اقول. لا لا، اللي نعرف يعني المبلغ. لا كابتن اسماعيل يقول بقى اشمعنى انا اقول؟ انا مش هقول كل حاجه، انا هديك اسماء اهو انت تطلع. اقل من 8 يعني مليون؟ بكتير جدا. فجيت كابتن اسماعيل اتفق معانا، وبعد ما اتفق كابتن اسماعيل يعني تقريبا كان المجلس اتشال، في حد ما وافقش، لكن كابتن اسماعيل كان اداريا من الناس الشاطره جدا 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 اللي فاهم الموضوع، فقعد معايا وقال لي احنا مش هنقدر نكمل مع الولد، وعايزين والولد تاريخ لينا، واحنا عايزين نراضيه قبل ما يمشي وبتاع، واحنا هنديله اقل من حقه، اقل من ال 25% حاجه بسيطه. اوكي. فاتفقنا وقمنا وخلاص اتفقنا على كده، خلصنا الكابتن اسماعيل، كابتن اسماعيل مشي. قعدنا مع كابتن فاروق جعفر وسياده المستشار محمد عطيه، قال يا جماعه انا مش هقدر اتكلم معاكم دلوقتي، انا لسه جاي، اديني فرصه لبعد يناير. يعني 15 يناير 20 يناير نقعد مع بعض. قعدنا مع بعض، جينا 20 يناير برضو كان سياده المستشار مشي. قعدنا مع الاستاذ طارق حشيش، اتفق معانا، والاستاذ طارق حشيش قال خلاص، واحنا اتفقنا على الماديات، اتفقنا على مبلغ تقريبا قرب الثمانيه، اقل منه حاجه يعني، اقل منه شويه يعني، اقل تقريبا النص او اقل من النص. تمام. وبعد ما خلصنا واتفقنا مع كابتن مع الاستاذ طارق حشيش، بقى الاستاذ طارق حشيش قعد برضه يجي شهرين، وبعد كده قال استنوا الفلوس بتاعت مصطفى محمد، وبعد كده الفلوس بتاعت مصطفى محمد خلصت، استنى علينا كمان شهر. فضل الموال كده لحد ما لقيناش حد نتكلم معاه خلاص. فالولد ابتديت ان انا اخش له ايه واعين محامي واشتكي، بس ده اللي حصل. ده اختصار الكلام يعني. طيب، يعني هو مرضي بقى خلاص، ده كده ده اكتر من المرضي بالنسبه للمعروف لو انت بتتكلم على ما قبل ذلك والاتفاق الاولاني. هو طبعا ده هو اول درجه هو عقد الولد من حق الزمالك استانف. ده اول درجه يا استاذ بديع بيسال حق الزمالك استانف، هل في استئناف؟ لا، من حق الزمالك استانف على الحكم. من حقه. اوكي. اوكي. من حق الزمالك استانف على الحكم، لو الزمالك حب يستانف، بس الزمالك لو استانف هيدفع حوالي 60,000 دولار غير اتعاب المحاماه. طيب، يعني لو زودوا له على اللي كان معرضهم الكابتن اسماعيل يوسف حاجه قدهم تاني يرضى دلوقتي الراجل يعني وصل اللي بيخش يجيب السبع. طيب، عايز اسالك على معروف. عايزين نرجع اسماعيل يوسف الاول وبعد كده اسالك على معروف، هل هيكمل يعني مشواره مع البنك الاهلي؟ والله يا كابتن، هو ليه عقد ثاني سنه مع البنك الاهلي، وهو كان طلبه نادي اعاره في يناير، كان نادي الشرطه العراقي طلبه اعاره، كلمنا سياده اللي هو حاتم مدير عام النادي، واللي هو حاتم قال لي لا الولد مش للاعاره، والولد لسه قعده سنتين معايا ما اقدرش امشي. تمام، مكمل يعني. فما اعرفش بقى يعني، هو ده اللي عندي، لكن سياده اللي هو حاتم كان قال لا. تمام، بشكرك يا اسامه والتوضيح.